بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الجهاز القوسي الذي أرسل من منظمة سيما، جزاهم الله عنا كل خير، إلى دير الزور باستلام فريق نبض الطبي بإدارة الدكتور جدعان حماد، مع جزيل الشكر الأخوة في مكتب عطاء لجهودهم في إيصال هذا الجهاز إلى دير الزور. جزاهم الله عنا كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة مواد والمستهلكات التي قدمت من سيما إلى دير الزور، يتم الآن تحميلها فيه، وتم إنزال دفع منها إلى دير الزور، ويتم الآن تحميلها القسم الآخر. وهذا القسم الآخر من المستهلكات المقدمة من سيما في مستودعني ابتداء لتوزيعها إلى مناطق دير الزور. جزاهم الله عنا وعن الجرحى كل خير.